بص يا اسلام اللي واقف ورا الكاميرا انت عشان الناس مش شايفاك والكلام ده لازم يطلع ان انا قلت اسمك كمان. بص يا اسلام، الفكره بتاعت صالون يقين الثوره اللي الناس ان شاء الله اتمنى ان هو يعجبها، لان الكلام كان كله بحريه وكان بشكل ثوري وما فيهوش اي خطوط حمراء، اتمنى ان هو يحوز اعجاب الناس. كانت الفكره بيني وبين يحيى خلف، اتفقنا ان احنا بدل ما نعمل برنامج ومكالمه توك شو زي ما كل البرامج بتعمل، لا نجيب الناس وتتناقش كلها مع بعضها، لان ده اللي احنا نتمناه، ان كمان الشعب يتكلم ويقول رأيه في كل ما نقوله. فأنا بتمنى أن الفكرة والصالون يحوز إعجاب الناس، وزي ما الناس قالت إحنا مش هنطلع بمكلمة، هنطلع بتوصيات هنوصلها لكل المسؤولين وهنوصل صوتنا وهنحاول ننفذ ده، لأن زي ما قلنا في الصالون ما يموتش حق وراه مطالب. أرجوكم تنتظروا صالون هنجتهد جدا أن هو يكون بجد يقين الثورة عشان نقول فيه الكلام اللي الناس تاخده بلغة اليقين وبلغة المصداقية بكل معنى الكلمة، لأن اسم يقين ده مش هيبقى من فراغ. فأنا أتمنى كل همي إن احنا نجتهد عشان نكون عند حسن ظن جماهير مصر ومستمعي ومشاهدي شبكة يقين الإخبارية على الإنترنت. أنا بقول لكم من البداية بدأت تجينا عروض إن احنا نعمل الصالون في أكتر من مكان، وبنشكر كمان في النهاية نقابة العاملين بالمهن الفنية اللي استضافونا في أول صالون. ربما يكون هذه الاستضافة تاريخية، وربما يعني ننجح، بس هيبقى ده كله بعون وبمساعدة جماهير الإنترنت اللي احنا إن شاء الله نحترمها في توجيه رسالتنا. أشكركم، عامر الوكيل، صالون يقين الثورة.